هذا وتتواصل لليوم الثاني فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه، ذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. تتضمن فعاليات اليوم جلسة رفيعة المستوى على مستوى وزاري بعنوان حوار السياسات في دول الندرة المائية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المدى المتوسط للمياه. كما تشهد الفعاليات تنظيم اجتماع حول جناح المياه المقرر عقده ضمن فعاليات مؤتمر المناخ المقبل COP27 بمدينة شرم الشيخ.